انا مش بعزي بس اشقائنا واهلنا المسيحيين، ولا قداسة البابا، ولا انتم. انا بعزي كلنا، المصاب ده مصابنا كلنا، كل المصريين. قبل ما اجي هنا كنت متاكد ان انا لازم اكون موجود معاكم، واللي عمل كده عشان تكونوا عارفين، شاب دخل الكنيسه اسمه محمود شفيق محمد مصطفى، اسمه محمود شفيق محمد مصطفى، وفجر نفسه داخل الكنيسة، عنده 22 سنة، واحنا قبضنا على 3 زائد سيدة وناقص 2، 3 زائد سيدة اتقبض عليهم. احنا هنخلي الإعلام يطلع دول. امبارح طول الليل بيجمعوا جثة محمود شفيق محمد مصطفى، ده اللي عمل العمل ده بحزام ناسف، مش بشنطة ولا أي حاجة تانية. الكلام اللي بقول لكم ده كلام مسؤول، ما كناش نقدر نيجي يا قداسة البابا لكم النهاردة، والموضوع ده ما كانش يبقى ليه ملامح احنا عارفينها. لكن خلينا أكلمكم الرسائل اللي احنا عايزين نقولها للمصريين. ايه العزة ده لكل المصريين؟ العزة اللي احنا موجودين فيه النهاردة مش ليكم انتوا بس، لا، ده لينا كلنا. والمصاب ده مش مصابكم انتوا بس، ده مصابنا كلنا، لان احنا قلنا خلاص احنا حاجة واحدة. واللي بيحصل ده، دي عارفين الاحباط، عارفين اللي غلبوا في المصريين، غلبوا فينا، بقالهم 3 سنين قاعدين يهزوا فينا يمين وشمال، ما بنجيش معاهم. يعملوا في الاقتصاد ما فيش فايدة، يعملوا ارهاب ما فيش فايدة، يعملوا بلبلة ما فيش فايدة. فاللي بيحصل ده كان احباط، اوعى تفتكروا غير كده، ده احباط، احباطهم، لان المصريين حيروهم. انا بقول مين يا قداسة البابا؟ المصريين حيروهم. الله، الحاجة غالية ما فيش فايدة، ناخد الرز والسكر ما فيش فايدة، ما نوجبش سياحة ما فيش فايدة. انتوا مش عايزين تتحركوا؟ لا هنحركوا، لا، المصريين وانتم. الله، 75 كنيسة ندمرها لكم مفيش فايدة فيكم برضو، هنعمل لكم ايه؟ لا، لازم تكونوا عارفين كويس قوي ان احنا اولا احنا مش هنسيب طارنا حتى بعد اللي قبضنا عليهم. وبصراحة بقى الحكومة والبرلمان لازم نتحرك بشكل اكتر من كده، لان الموضوع بتاع القوانين اللي مكبلة، عشان نكون أمنا مع بعضنا، القضاء مش هتنفع كده، القضاء مش هيقدر يتعامل مع المسائل دي بالحسم اللازم بالطريقة اللي احنا ماشيين بيها. قوانين تعالج المسائل دي بشكل حاسم، تعالج المسائل دي، الإرهاب ده بشكل حاسم. كل من يعني يستهدف المساس بأمننا وأمن بلادنا وإنه يأذي أولادنا وأحبائنا، لا، مش هينفع كده. أنا عايز أقول لكم في كلام كتير إحنا ما بنقولوش، في كلام كتير إحنا ما بنقولوش. أنتوا ما تعرفوش حجم النجاح اللي إحنا محققينه حتى في مواجهة الإرهاب، ما تعرفوش حجم النجاح اللي متحقق في سيناء، حجم كبير قوي ونجاح كبير قوي. وعشان كده بقول لكم اللي حصل ده اوعى تقولوا ابدا ان هو خلل امني من فضلكم. انا لو عايز اريحكم ممكن اعمل حاجات كتير، بس احنا ما بنتعاملش كده، احنا بنتعامل مع بعض بصدق وبامانه. الامر بيتطلب ايه بنعمله، الامر بيتطلب ايه بنعمله، لكن لازم تكونوا عارفين تاني ان اللي حصل ده امبارح دي ضربه احباط، وهم مش هيقدروا ابدا، دي ضربة احباط منهم هم، مش احباط مننا انا، مش احنا اللي محبطين، لا، واحنا هم لن يستطيعوا ابدا احباطنا. طول ما احنا مع بعض كتلة واحدة، ايد واحدة، لازم هننتصر، ان احنا اهل خير مش اهل شر، اهل بناء، بقولها 100 مرة، مش اهل هدم، اهل تعمير
مش أهل خراب، أهل إصلاح مش أهل إفساد. فعزائي ليكوا كلكم، عزائي لشعب مصر كله. أنا أبداً أبداً مش عازي أقول أبداً أشقائنا المسيحيين، لا والله، هقول عزائنا لكل المصريين. وبقول لكل المصريين الضربة دي وجعتنا، الضربة دي سببت ألم كبير لينا، لكن أبداً أبداً الضربة دي عمرها ما هتكسرنا، أبداً ما هتكسرنا. إحنا هنقف وهنبقى أقوياء جداً جداً كالعادة، وهنصمد، والحرب دي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هننجح فيها. أرجو إنك تقبلوا عزائي قداس البابا. شكرا 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 جزيلا.